بتاعت الترم الثاني اللي هي الشابتر بتاع الهيباتوبيلياري ده لازم هتيجي عليه اكس راي. اولا بالمناسبه عشان تبقوا عارفين الاكس راي اللي هديها هنا هي اللي هتيجي في الامتحان، تمام؟ الاكس راي اللي مش هديها هنا مش هتيجي في الامتحان، ماشي؟ يبقى اذا الاكس راي اللي احنا بنديها النهارده من النهارده يعني هي دي اللي ممكن يجي لكم واحده منهم في امتحان الترم اخر السنه، ماشي؟ بنقول ان الهيباتوبيليا والبنكرياس والانسولين في اكثر من طريقه للايمجنج بتاعهم علشان تصورهم. طبعا اشهرهم على وجه الاطلاق الالترا ساوند، في ممكن تستخدم البلين اكس راي بس ده استخداماته بقت قليله قوي. ممكن نستخدم الكونتراست راديولوجي. يعني ايه كونتراست راديولوجي؟ يعني تعمل اكس راي ومعاها حاجه كونتراست، يعني تحقن صبغه، سواء هتحقن الصبغه دي من خلال منظار، سواء هتحقنها من خلال تيوب، سواء هتحقنها من خلال بيركيوتينيوس لوان اوف دي بيليري راديكلز في الليفر. لا يا حبيبي، ايوه هي دي حاله تعالي، حاله تعالي. في طبعا كمان حاجات جديده زي الام ار سي بي اللي هو الرنين، انك تعمل الرنين على القنوات المراريه، وعن بالمناسبه الرنين بيتعمل له صبغه. السنتيجرافي اللي هو زي الريديو اكتف ايودين سكاني، او مش الايودين يعني الريديو اكتف سكان، او السي بي او السلكتف انجيوجرافي، انك تحقن في بلاد فيسل. مهم جدا نبقى عارفين يا جماعه ان اي عيان هياخد صبغه It is a priority ان قبل الصبغه لازم تعمل له يوريا اند كرياتينين، تمام؟ عشان كده لما اجيب لك عيان او صوره اكس راي وفيها صبغه واحط لك من الكويستشنز وات ذا انفستيجيشن تو بي دان prior تو ذس examination، لازم تقول لي ايه؟ يوريا اند كرياتينين. ميزه الالترا ساوند انه بقى رخيص جدا. زمان الالترا ساوند لما طلع في اواخر الثمانينات كان قصه وحكايه، وكان غالي جدا، وعشان تحجز عند الدكتور الترا ساوند كان العيانين بيبقوا واقفين قصاد اسم اثنين في القصر العيني بالطوابير. دلوقتي العيل اللي لسه متخرج بيجيب جهاز الترا ساوند ويعمله، تمام؟ وبقى الالترا ساوند في الجوامع ب 30 و40 جنيه، يبقى القصه بقت فيري شيب وفيري سيف، لان ما فيهاش اي مانوفر غير انه بيعدي على جسمك بروب. مهم جدا نبقى فاهمين ميزه الالترا ساوند. ميزه الالترا ساوند انه يقدر يدياجنوز السيست كويس قوي، يعني يوريك الماس دي سوليد ولا سيست. عشان كده كمان ابتدى يخش في البريست. كان زمان نعمل ماموجرام لا، الماموجرام يقول لي في ماس، او عامل كمان كومبايند الترا ساوند عشان اعرف الماس دي سوليد ولا سيست، تمام؟ يقدر يديتكت الدياليت البيليري راديكلز. عشان كده كنا بنقول اي عيان عنده اوبستراكتيف جوندس لازم تعمله اول حاجه ايه؟ سومار، علشان تبروف دايجنوز انك تلاقي دياليت البيليري ايه؟ راديكلز. It is the best way to detect calculi خاصه في الجول بلادر، يوريك قوي الليفر بارينكيما هل في سيروزس ولا ما فيش. دي مناظر الالترا ساوند، ودي مش هجيبها في الامتحان بالمناسبه، تمام؟ انك تشوف الستونز جوه الجول بلادر، تعمل حاجه اسمها بوستيريور اكوستيك شادو. بوستيريور اكوستيك شادو اللي هو بيبقى الشادو اللي ورا الحصوات ده يسموه اكوستيك شادو، وده اللي بيبين الالترا ساوند او اللي بيبين الجول ستونز في الالترا ساوند. كل دي مناظر للجول ستونز. نيجي بعد كده للبلين اكس راي. البلين اكس راي بتوريك الحصوات، بمعنى ان هي ممكن توريك حصوات في الجول بلادر، ممكن توريك كالسيفايد ميزنتريك، يعني اي حاجه فيها كالسيفيكيشن هتبان فيه. علشان كده مثلا اليوريك اسيد ستونز ما تبانش في البلين اكس راي، تمام؟ فلازم تعمل بلين اكس راي اند اي في بي عشان تقدر تديتكت الحصوات اللي موجوده في اليورينري تري. البلين اكس راي مش هيبين غير الستونز اللي فيها كمية كالسيوم محترمة بحيث انها تبان في الاكس راي. يمكن النقطة اللي أنا عايزكم تخلوا بالكم منها، إنك لما تيجي تصور عيان اكس راي تلاقي راديو اوبيك شادو في الرايت هايبوكوندري.
ده ممكن يحتمل حاجة من اثنين، ممكن يكون جول ستونز وممكن يكون يورينري ستونز، صح؟ رينال ستون. نعمل ايه ساعتها؟ نصور العيان لاترال فيو. اذا لقيت ان الكالسيفيكيشن ده قصاد السباين يبقى ده اكيد حاجة قدام، يبقى جول بلادر ايه؟ ستون. If it is overlies the spine, for the spine, you have urinary stones. هذه another example لبلين اكس راي. اظن واضح جدا انا مشاور لك بسهم احمر على calcified shadow. هو ده اللي يحتمل انه يكون gold bladder stone او urinary stone. يبقى العيان ده ايه الانفستيجيشنز اللي بتعمله بعد كده؟ يبقى العيان لو الصوره دي نزلت لك في الامتحان وجيت قلت لك this patient should undergo urea and creatinine prior to the exam، صح ولا غلط؟ غلط، لان العيان ده مش واخد كونتراست. This is a plain X ray. This stone could be a urinary bladder, could be a renal stone. ايوه could be a renal stone. The investigation to be done to this patient a lateral view. هيقول لك ده جول ستون، هيقول لك urinary stone. دي اكس راي لو تلاحظ هتلاقي ان الكالسيفيكيشن ماشي بالعرض، نبتدي في الرايت هايبوكوندريا وماشي بالعرض قدام ها السباين ورايح للناحيه الليفت. ايه الاستراكشر اللي بيكروس السباين كده فروم رايت تو ليفت؟ البنكرياس، تمام. واشهر سبب يعمل كالسيفيكيشن في البنكرياس الكرونيك بانكريا تايتس، والكرونيك بانكريا تايتس ده عاده بيجي نتيجه ريكارنت اتاكس اوف اكيوت بانكريا تايتس نتيجه ستون في الـ بيلياري 3. Another cause of chronic pancreatitis طبعا الالكوليزم، ماشي. دي جول بلادر، لو تلاحظ الجول بلادر منفوخة على الاخر والوول بتاعها زي ما يكون في هواء، دي يسموها ايه؟ emphysematous جول بلادر. دي برضو تبان في سبين اكسجين، ودي بتبقى احد السيكولي بتاعت الجول بلادر ستونز. نيجي بقى للحاجه المهمه قوي اللي هي البيلياري كونتراست، هو انك تعمل كونتراست انجكشن انسايد دي بيلياري باسجز، ودي ممكن تشخص لك حاجه من ثلاثه. ممكن تشخص لك اوبستراكشن لو البيلياري فري مسدوده، ممكن تشخص فيستلا لو البيلياري فري ها واصله على السكن، او ممكن تبقى تشخص لك ليكج لو في انجري للبيلياري فري، والانجري عاده بيبقى اياكروجينيك يورين اوبريشن. انواع كتير قوي للكونتراست، ممكن تشرب العيان صبغه ودي بقت اوبسوليت، ممكن دايركت كولانجيوجرافي اثناء العمليه، ممكن تيوب كولانجيوجرافي بعد بوست اوبراتيف، ممكن بيركيوتينيوس اللي هي بتخش الابره ها تحت السونار وفي الليفر لحد ما تشرب في بيليا الكريم وتروح حائل الصبغه، او ممكن اندسكوبيك مع الاي ار سي. ده الحاجة الأوبسوليت، كانوا زمان يعملوا إيه؟ يشربوا العيان الصبغة، تمام؟ الصبغة دي بتفرز عن طريق الكبد، وبعدين تنزل مع البايب تخش على الجول بلادر، الجول بلادر تبتدي تركز هذه الإيه؟ الصبغة، فتيجي تصور العيان تاني يوم تلاقي الجول بلادر واضحة قصادك. مش بس كده، ده العيان عندي في الأشعة أو بتديله سندوتش حلاوة بالقشطة، ليه؟ عشان تبقى حاجة فيها هاي فات كونتنت، العيان ياكل وبعد ساعتين تصوره تاني، waiting for contraction of the gall bladder علشان تشوف الفانكشن كمان بتاعه الايه. واضح طبعا من الاكس راي اللي على اليمين دي ان الجول بلادر is full of stones. زي ما قلت لكم اورال كوليسيستوجراف ملهاش بليس خلاص، it is obsolete. ده اكزامبل لل دايركت كولانجيوغرافي. الدايركت كولانجيوغرافي يعني سيادتك شغال وبتعمل عمليه، تروح جايب حقنه فيها صبغه وتخش جوه السيست الضغط وتحقن الصبغه وتصور العيان علشان تتفرج على البيلياري فري اثناء العمليه. This is the T tube كولانجيوغرافي. طبعا عرفنا منين انها T tube؟ هتبص تلاقي في لمب خارج وتو لمبس جوه البيلياري فري. واخدين بالكم يا جماعه من التو لمبس اللي جوه البيلياري 3 ولا لا؟ تمام؟ التي تيوب دي بتحطها امتى؟ دي بتحطها افتر يو اكسبلور ذا كومن بايل داكت. يعني سيادتك عملت كوليسيستكتومي
وعملت اكسبلوريشن للكومن بايل ده. ما ينفعش انك تقفل الكومن بايل ده مباشره، تمام؟ خوفا من ان يكون في حاجه اسمها ميزد ستون. لو في ميزد ستون وانت قفلت البنيال تري مباشره، العيان ده ممكن يقفل السوتشر لاين يفرقع والعيان يجيله بنيال بيريتونايتس. عشان كده اي كومن بايل داكت اتفتحت يو هاف انك تقفلها على تي تيوب. التي تيوب دي تقعد كتير في بطن العيان 10 ايام. على اليوم العاشر او التاسع تقفلها وتشوف العيان هيجيله جوندس ولا لا. طيب ما جالهوش جوندس، تشيل القطر اللي عليها وتحقن الايه؟ الزبره. انت عايز حاجتين. الحاجه الاولانيه انك تشوف البيديال تري زي الفل. نمرة اثنين عايز تشوف free flow of the dye down to the duodenum. الفيثري ابييرنس ده يا جماعة ده منظر الديودنم. اهو هو ده. ده ديودنم مليان بايه؟ بصبغة. تمام؟ يسموه فيثري ابييرنس. يبقى انت التي تيوب اللي بتركبها بتسيبها 10 ايام. تمام؟ كان زمان قبل ما يبقى فيه اشعاعات افيلبل قوي كانت الطريقه ان احنا نعرف بيها ان التي تيوب دي سالكه ايه او ان البنيه دي سالكه، ان نيجي على اليوم السابع الثامن نروح جايبين قطر يبقى فيه 100 تي تيوب. لو الكومن بايل داكت مسدود هيحصل ايه؟ العيان هيجي له ايه؟ جوندس. طب العيان قعد يومين ثلاثه ما يجيلهوش صفر، يبقى اذا السكه ايه؟ كانوا يشيلوا التي تيوب. لكن دلوقتي كمان لازم نطمن زياده، نطمن زياده يعني ايه؟ يعني نروح جايين حاقنين الصبغه جوه التي تيوب علشان نتفرج على البنيه التري. اللي على الشمال دي هايلة. There is no dilatation of the intrahepatic biliary reticles. الكومن بايل داكت زي الفل وما فيهاش أي filling defects. وفي free flow of the dye down to the يبقى نشيل التي تيوب. ماشي؟ دي another تي تيوب كولانجيوجرام نفس القصة، ما فيش dilatation وفي free flow of the dye down to the duodenum. بصوا دي ابتدينا نتكلم فيها اهي، شايفين السهم مشاور على ايه؟ زي ما يكون في فيلنج ديفكت جوه الكومن بايل ايه؟ داكت. ولو تلاحظوا الداكت الشمال فوق دايليتد شويه والانترا هيباتيك بيليري راديكلز بروميننت، يبقى العيان ده في الغالب عنده ميست ستون جوه البيليري تري. كلنا عارفين طبعا يا جماعه ان الاي ار سي بي ده بقى انفستيجيشن اوف تشويس دلوقتي، تمام؟ علشان تعمل ايه؟ علشان لو عندك حصوه في الكومن بايتاكت او لو عندك عيان عنده اوبستراكتيف جوندس ده لازم يتعمل له اي ار سي بي، هتبقى دايجنوستيك وهتبقى ثيرابيوتيك. الاي ار سي بي ده بيخش من بق العيان وبينزل ثرو اوسوفيجس ستومك، يخش فيرست بارت سكند بارت اوف ذا ديودنم. الكاميرا بتاعت الاي ار سي بي اند فيوينج ولا سايد فيوينج؟ سايد فيوينج، علشان تشوف حاجه في الجنب. يبقى انت لما هتيجي تبص على الاي ار سي بي مش هتلاقي الكاميرا بتاعته في الاخر، هتلاقيها على جنب الايه؟ ها؟ المنظار. ليه؟ لانك داخل من خلال السكند بارت والامبولا اوف فاتر هنا الناحيه دي، يبقى انت عايز حاجه سايد ايه؟ فيوينج. بتخش من خلال الاي ار سي بي ده بسلك رفيعه واير وتكانيوليت مين؟ الامبولا اوف فاتر عشان تخش فيرست في البنكرياتيك داكت ذن سكند في الكومن بايل ايه؟ داكت. على الواير دي بتدك الكانيولا وبتحقن من خلالها السابله، يبقى انا بعمل اندسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بنكرياتوجرافي. اندسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بنكرياتوجرافي. ليه اندسكوبيك؟ لانه منظار. ليه ريتروجريد؟ لان انا حائن بالعكس. تمام؟ حائل from distal to proximal فسميناها ريترو جريد. كولانجيو لان انا بحقن في كومن بايل داكت، بنكرياتوجرافي لان انا بحقن كمان في بنكريات الايه؟ داكت. اظن ده الايديال اي ار سي بي نورمال. ادي الاي ار سي بي دخل المنظار حقن دخل جوه الامبولا اوف فاتر حقن جوه البنكرياتيك داكت، لسه قايلين البنكرياس بيكروس من الرايت تو ذا ليفت صاد ترانزفيرس كور، وحقن كمان جوه ايه؟ سوري السباينال كور الفيرتيبل،
وحقن كمان جوه الكومن بايل. طيب قال التفريع على الرايت والليفت، وهو طالع كمان الصبغه دخلت في السيستم داكت وملات لمين؟ الجول بلادر. يبقى ده نورمال اي ار سي بي. ليه نورمال؟ لان الكاليبرز بتوع البنكرياتيك والكومن بايل داكت كويسين، مفيش دايلاتيشن في الانترا هيباتيك بيليري راديكلز، الجول بلادر زي الفل وما فيهاش حصوات. This is normal ERCP. ماشي؟ بصوا هنا دخل بال ERCP وحقن الصبغة، لقى prominent intrahepatic biliary radicals. ال common bile duct واسعة سنة، لكن مش هو ده اللي يقول لي المشكلة. المشكلة هنا شايفين؟ There is a filling defect. في اللور اند اوف ذا كومن بايل داكت. يبقى ذس بيشنت ماي بي بريزنتنج وذ دارك كلر ديوري. صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ ذس بيشنت ماي بريزنتنج وذ اسندنج كولانجايتس. صح ولا غلط؟ This patient may be presenting with clay colored stools. This patient may be presenting with pruritus. تمام؟ العيان ده ممكن يبقى عنده calcular obstructive jaundice. العيان ده ممكن يكون silent. صح ولا غلط؟ صح، ممكن يكون silent. الحصوة اتفقنا جوه الكومن بايل داكت بتبقى عايمة، طالعة ايه؟ نازلة. تمام؟ لحد ما يحصل إديمة فالإمباكت العين يبتدي يجيله ايه؟ جوندس. يريح وياخد العلاج الجوندس. عشان كده بنقول الـ course of calculated jaundis is intermittent. What is the ideal treatment for this patient? ERCP and dornea basket extraction. الـ ERCP يا جماعة أول حاجة بيعملها إنه بيروح جاي فتح السفنكتر، يبقى بيعمل سفنكتر. لو الحصوة صغيرة هتنزل لوحدها، لو الحصوة كبيرة لا، ده أنا لازم أخش ببالون أوسع السفنكتر كويس، ووراء أخش بدورنيا باسكت علشان أمسك الحصوة وأخرج بيها. صح؟ نفترض إنه دخل لقى الحصوة كبيرة قوي، يبقى ممكن كمان يفتتها، يعمل لايثو تريبسي ويطلعها حتت. لقى كبيرة جدا ومش نافع فيها اللايثو تريبسي، يبعتها لمين؟ للجراح. خلاص؟ علشان يعمل ايه الجراح؟ يخش يشيل المراره، يكسبلور الكومن بايل داكت، يشيل الحصوه ويقفل الكومن بايل داكت على تي تيوب. تي تيوب. بيوش كومن بايل داكت. شايفين الكومن بايل داكت بقت عامله ازاي؟ And it is full of stones. والنبي لو بطل العالم في المناظير ما هيقدر يعمل حاجه في القصه دي. دي على طول حاله جراح. تمام؟ اي واحد بتاع مناظير هيحاول يهوبص في الحاله دي هياخد عقاب سريع كونتيبل يعني. ده يسحب المنظار ويقول للراجل روح يا عم ابعد عني، روح للجراح. الجراح هنا مش هيقدر يخش ويفتح الكومن بايل داكت ويفضل يشيك في الحصوات دي كده. مهما انشالها يبقى فيه ميست ستون سواء فوق او تحت. This is the patient who is ideal for colidoco duodenoscopy. يعني ايه؟ يعني سيادتك بتخش تشيل الجول بلادر، تفتح الكومن بايل داكت، تفضي اللي تفضيه، تروح فاتح فيها فتحه محترمه بالطول، وفتح الديودنال فتحه محترمه بالطول، وتوصلهم على بعض. يبقى انا عملت ايه؟ colidoco duodenoscopy. بحيث الكومن بايل داكت دي ما تتسدش تاني. سببين يخلوك تعمل كده. السبب الاولاني ان الحصوات كتير جدا جوه الكومن بايل داكت. السبب الثاني انك لو عملت في تيوب درينج للحاله دي، حتى لو فضيت كل الحصوات سنه سنتين ثلاثه العين هيرجع لك بنيو سبورتس. ماشي؟ يبقى لازم في الحالات دي نعمل كوليدوكو ديودونوستو. هنا اكزامبل لاي ار سي بي وستون ريتريفر عن طريق الدورميا باسكت. الدورميا باسكت داخله. الدورميا باسكت دي يا جماعه بتبقى عباره عن سكه واخرها ثلاث سكات مقفولين كده. تمام؟ تخش جوه الكومن بايل داكت. اول ما توصل للحصوه
بزرار الثلاث سلكات دول فاتحين كده صح، يحضنوا الحصوة، الزرار ثاني يقفلوا على الحصوة ويروح الراجل ايه شاد. تمام. ساعات ودي حصلت لي انا شخصيا، الراجل وهو داخل بال اي ار سي بي طبعا مع المعدات الصيني المنتشره في مصر جدا، يخش في الدورميا باسكت يروح فاتحها واخد الحصوه جواها ويقفل، يجي يقفل يلاقي الثلاث سلكات دول مش عايزين يلموا على بعض، يحاول يطلع مش عايزه تطلع، ما هو طول ما الثلاث سلكات دول فاشين كده الدورميا باسكت مش هيت ايه هتطلع. دكتور مناظير كان مشغول قوي في الشغل، راح عمل حاله الساعه 1 بالليل، حالات الاي ار سي بي دي على فكره بتتعمل ساعات في اوض العمليات، فقال لك طلعوا العيان العمليات الساعه 1 تمام، ودخل الراجل بالمنظار بتاعه تمام التمام، ودخل بالدورميا باسكت وفتح الدورميا باسكت، خد الحصوه جاي يقفل الدورميا باسكت البتاع مش عايز ايه وعلق بيعمل كده في الزرار، الزرار اتكسر. طب هيعمل ايه؟ الساعة 2 بالليل هيطلع عيانة بسلكة من بقها هنا لحد ال، لقيتهم بيكلموني الساعة 3 الفجر. انما يا دكتور في عيانة مسجونين فيها جواها دورم يا باسكت مش عايزة تخرج. طبعا رحنا والحمد لله فتحنا القناة الملارية، فتحنا العيانة وفتحنا القناة الملارية، لقينا الثلاث سلكات مسكنا السلكة شدناها كده من مناخير الست لحد ما طلعناها من بطن ايه؟ العيانة وحطينا دي تيوب وقفلنا. فبرضه حتى النيو ميثودز اوف تريتمنت دي ممكن يبقى ليها درو باكس كمان. تتعود انت تمشي على الساعة على بالليل. دي انذر ستون ريتريفل للدورميا باسكت بس بيرتيو تنس. يعني هو هنا دخل بيرتيو تنس، يعني هنا في الغالب العيانة دي كان فيها تي تيوب والتي تيوب لقت ميزد ستون. خلي بالك ان التي تيوب بعد 10 ايام بتعمل تراك. يعني يعني لو شلت التي تيوب ودخلت واير، الواير ده يوصل لمين؟ للكومن بايل داكت. الحاجات اللي عديها يا جماعه اعرفوا انها مش مهمه قوي. خلاص؟ This is a catastrophe. This is a iatrogenic injury of the common bile duct. بصوا الـ ERCP دخل وصل لحد الاسفنكتر اوف اود ودخل من الامبولا اوف فاتي وحقن الصبغه جوه الكومن بايل داكت، لقى ان هناك كومبليت انتربشن، خلاص الصبغه جت عند حته معينه ووقفت، الحته المعينه دي كانت ايه؟ دي كان مكان الليجيشن اوف دي سيستيك داكت. يبقى في الغالب الجراح ده العيان ده كان عنده شورت سيستيك داكت، فالراجل وهو بيسلك لف على الكومن بايل داكت على انها مين؟ وراح رابطها فوق وتحت وراح قاصص وشارك جول بلاد. العيان ده عاده حاجه من حاجتين، يا اما هيجي بيديا يليك لو الديستال اند مش مربوط، لو الديستال اند مربوط يبقى العيان عنده سيفير اوستراكتيف جوندس ستارتنج فروم ذا داي اوف سيرجري. تمام؟ اتبعت يعمل اي ار سي بي، لقينا المصيبه دي اللي هي لايك ذس از ذا موست كاتاستروفيك كومبليكيشن ذات بي اوكر ديو تو كوليسيستيك، انك تعور الكومن بايل. خلوا بالكم من الاكس راي دي، يبقى دي اي ار سي بي شايفين فيها ايه؟ شايفين فيها ليجيتد كومن بايل داكت. نفس القصة شايفين فيلينج ديفكتس جوه السي بي دي وجول بلادر ستونز، يبقى ده عيان عنده كالكولر اوستراكتيف جونز. خلي بالك انت دخلت هنا بالاي ار سي بي لقيت هيوج دايلاتيشن في الكومن بايل داكت وهيو وبروميننت انترابيليالي راديكلز في الغالب نتيجة ستريكشر، الستريكشر اللي يحصل نير دي أمبولا اتفقنا وقلنا انه ممكن يكون كانسر هيدو في بنكرياس، ممكن يكون كولانجيو كارسينوما، ممكن يكون ها بيري أمبولا تيومرز،
او ممكن يكون ديودينا الكارسي نوم، واتفقنا ان التيومرز اللي بتحصل حوالين الامولا يسموها ايه؟ بارا فاتيريان تيومرز. البارا فاتيريان تيومرز يعني ما حول الامبولا اوف فاتر. ما حول الامبولا اوف فاتر يعني ايه؟ يعني كولانجيو كارسينوما، كانسر هيدوف بنكرياس، ديودينا الكارسينوما او بيري امبولري تيومرز. خلي بالك العيان هنا شايفين الكومن بايل داكت قد ايه؟ لان الاوبستراكشن از كومبليت اند طيب. وعمرك ما تلاقي الدايلاتيشن ده مع الكالكولر اوبستراكتيف جونس، لان الكالكيولاي عمرها ما بتعمل كومبليت تايت اوبستراكشن. اللي بيعمل كومبليت اند تايت اوبستراكشن فيوسع الدكت قوي التيومرز. والحل هنا ايه؟ ستنتنج اوف ذا كومن بايل داكت، ان انا احط ستنت زي اللي شفناها دي تمام تو ريليف جونس. البي تي سي يا جماعه ده عباره عن اللي هو يسموه بيركيوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي. ممكن تعمله بلايند، لكن احسن تعمله جايدد بالالترا ساوند. يعملوه بلايند ازاي؟ يخشوا من الجنب هنا جوه الليفر في الابره، وطول ما هو داخل شادد الحوض شادد السرنج لحد ما يلاقي ايه؟ بايل جاي، يبقى دخل جوه بيليري ايه؟ 3. لكن انت لو عندك سونار والسونار بيوريك دايليتد بيليري راديكلز، يبقى انت تقدر تخش جايدد بالسونار لحد ما تخش جوه البيليري 3 وتحقن الصبغه بتاعتك. يبقى انت بتعمل بيركيوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرام. فاكرين العيان اللي احنا لسه عاملين له اي ار سي بي وقلنا عنده لايجيتد كومن بايل داكت؟ طب انا عايز اتفرج بقى على البروكسيمال اند. يعني انا بالاي ار سي بي شفت الايه؟ الديستال اند، ولقيتها انها ايه؟ ليجيتد. طب يا ترى البروكسيمال اند اخبارها ايه؟ ليجيتد ولا طايره؟ تمام؟ ودي طبعا بتعرفها كلينيكال. ليه؟ لان اللي مفتوح هيعمل بيليري ايه؟ ليك. اللي مقفول هيبقى عنده اوبستراكتيف ايه؟ جونتس. شايفين؟ دخلت بالنيدل وحقنت. لقيت ستريكتشر عند الابر اند اوف ذا كومن بايل داكت. ده قد يكون عيان انا رابطه بكومن بايل داكت، او قد يكون عيان عنده كولانجيوكارسي نو. والكولانجيوكارسينوما لما تطلع فوق كده عند الكونفلونس بتاع الرايت والليفت داكتس يسموها ايه؟ كلاسكن تيومر. كلاسكن تيومر. This is a typical case of كلاسكن تيومر. خلوا بالكم من الاكس راي دي. This is a percutaneous transhepatic cholangiogram. The dye is injected inside one of the biliary tree. The x-ray with this contrast shows a cut off of the dye and an upper end of CHD. اللي هي ايه؟ common hepatic duct. At the confluence of the right and left ducts. This is كلاسكن تيومر. ماشي؟ من اصعب الحالات اللي ممكن تتعامل معاها، ومن اصعب الحالات اللي ممكن تعالجها. تمام؟ خلي بالكم من الاكس راي دي تاني، مش هكرر. ها، واحرار. عشان ما حدش لما تيجي في الامتحان يقول ايه الاكس راي الغريبة دي؟ ثم واضحة. تيجي بالاسود. Another case of obstruction or stricture of the common bile duct and the confluence of the right and left ventral PTC. نفس القصة، right and left dilated على الآخر والconfluence مقفول تماما. This is a case of Glaskin tumor. الموضة الأيام دي على البيليري 3 الـ MRCP، أشعة الرنين، إنك تعمل رنين على البيليري 3. This is an MRCP طبعاً بيتعمل بكونتراست. شايفين الرايت والليفت داكت زي الفل، الكومن هيباتيك، الكومن بايل، ها؟ وشايفين كمان الصبغة نازلة تو ذا ديودينم.
This is MRCP showing normal biliary tree, right to left زي الفل, common hepatic duct زي الفل, common bile duct زي الفل, لكن cystic duct باين السبع جواها وصل لجول بلادر جواها فيلينج ديفكتس, يبقى العيان ده عنده جول بلادر ستونز. طبعا ده مش معنى ان انا اعمل MRCP لكل عيان عنده جول ستونز. الجول ستونز تتشخص باي ابدومينال الترا ساوند. Another MRCP showing stone inside the gallbladder. MRCP showing stricture common bile duct تحت. Is the case of now. هو السلايدين اللي قبل دول يعني اللي عرفني ان هي MRCP مش الريزوليوشن بتاع الاشعه. الريزوليوشن نفسه. عمرك ما هتلاقي ريزوليوشن زي كده وتقول لي ان ده اورال كوليسيستوجرام. او تقول بص انا لو عايز اجيب لك ERCP هجيب لك الخازوق في الصورة. عارف الخازوق اللي هو ايه؟ المنظار. ولو عايز اجيب لك PTC هجيب لك الابرة في الصورة مش عقدك. ولو عايز اجيب لك MRCP هجيب لك صورة زي كده هتلاقي ريزوليوشن واضح جدا. عمرك ما هتختلف ده MRCP ولا اورال كوليسيستوجرام. ماشي؟ Another MRCP واحد يقول لي طب ليه يا دكتور ده مش ستريكشر؟ حد يقول لي ليه؟ لانه بصوا شايفين is filling defect. وبعدين تبص تلاقي الاتش بتاع الديفكت ايه؟ سموث مش الريجولار او في شورت ها كات لا سموث filling defect. يبقى this is an MRCP showing a CBD stone. الغريب ان العيان ده في حته من الجول بلادر. يعني العيان ده الجول بلادر ما اتشالتش ايه؟ يبقى الـ MRCP ده اللي عيان عنده Calcular Obstructed Jones. طبعاً الكوليدوكال سيست ليس لها مجال من الأعراض شاكلكم. Another Colidocal Cyst بس طلع من Lower End. دي Colidocal Cyst من Upper End ودي Colidocal Cyst من Lower End. دي أنواع Colidocal Cyst. كان زمان في حاجه اسمها هايد سكان بطلت خلاص بعد الـ ERCP برضه ما لهاش مكان عندنا. السي تي انا عايزك تتخيل بس الايه الدنيا. يعني الحاجه اللي على اليمين دي ايه؟ لا الحاجه اللي على الشمال دي ايه؟ سبلين. سبلين تمام. ويوريك كمان لو بالصبغه الفيسلز والحته اللي فوق اللي فيها هواء دي ديفاندس اوف ذا ستومك. Another CT شايفين في هواء جوه البيليري تري يسموها CT نيوموبيليا. ايه سبب النيوموبيليا تفتكر؟ ايه اللي يدخل اير جوه فيستولا؟ فيستولا من الجول بلادر ممكن فيستولا وممكن ايه تاني؟ نورمال تبقى موجوده لو انت عامل توصيله ما بين الانتستين وما بين الكومن بايل داكت. يعني اي واحد عامل كوليدوكو ديودونوستومي هتلاقي فيه نيوموبيليا. اي واحد عامل كوليدوكو جيجونوستومي هتلاقي فيه نيوموبيليا. اي واحد عنده انفكشن في البيليري تري ممكن تلاقي فيه نيوموبيليا. ماشي؟ طبعا لو اير فورمينج اورجانيزم. ادي سي تي شوينج ذا ليفر وشوينج دايليتد انترا هيباتيك بيليري راديكال. يبقى العيان ده في الغالب عنده سام سورت اوبستراكتنج البيليري. طبعا ده سي تي شايفين فيه سيروزس وهيباتو سيلولار كارسينوما وفي ميه كتير حوالين الكبد ده اسيد. ده ليفر كبير بس فيه اوكيوبايد ب لارج سيست تمام. والسيست واضح ان هي كبير قوي تمام. يعني ما فيهاش دوتر سيست. اللي انا عايز اقوله ان دي مش هايداتي تمام لان الكونتنتس اوف ذا سيست باينه في السي تي كلير. يبقى ده جاست ليفر موست اوف ذا رايت لوب وانكروتشنج كمان على الليفت لوب هيوج سيست. خلي بالك شايف بص كده ثين وول ويل ديفايند ونو انهانسمنت والكونتنت او الكور بتاعها كلير. عرفت منه كلير انه بلاك تمام ومفهوش سبته. يبقى دي على طول تبقى سيمبل ايه
سيستم. في طبعا المالتيبل هيباتيك سيست، ودي ممكن تبقى كونجنيتال نتيجه المالتي سيستيك ديزيز اللي هو البولي سيستيك ديزيز، ولو في الليفر بس اللي هو مش مالتي سيستيك ديزيز، يعني هو في عندك مالتيبل سيستيك هتيجي في الليفر لوحده، هتيجي في ايه؟ في الليفر والكيدني واذر اورجنز، يبقى ده اللي يبقى عنده بولي سيستيك ديزيز اللي هي تيجي في البنكرياس والكيدني واللنج. شايفين ده مالتي سيستيك ليفر ديزيز اللي هو يسموه كاروليز ديزيز، ملكوش دعوه بيه ولا تعرفوه. ده بولي سيستيك ديزيز، عرفنا منين انه بولي سيستيك؟ ان السيستس موجوده في الليفر وفي الكيدني وفي البنكرياس وممكن كمان تلاقيها في اللنج. شايفين بقى الفرق ما بين دي والسيست اللي شفناها؟ السيست الثانيه كانت ايه؟ كبير خالص. بصوا دي ويل ديفايند مي بي كالسيفايد، طبعا اذا بقى لها لونج تايم. الكور بتاعها كونتين دوتر سيستس اور فلوتنج شادوز ومي بي كالسيفايد. ذيس از ا تيبيكال هايداتيك سيستم. الهايداتيك سيستم طبعا انا مش محتاج اقول ده مرض بيجي منين؟ اسمها ايه؟ ايوه برازيل. الكوكس كانيلوز الدفنت في وسط هو مين؟ الدكتور اللي جواه الايكينوكوكس جرانولوس، صح؟ البيض بتاعه ده بيجي للبني ادم او بيجي لمين؟ للشيب، صح؟ الشيب لانها بتاكل الجراس او البني ادم لانه بيلعب مع الكلاب. البيضه بتاعته بتخش تفقس في الاستومك وتروح للليفر تعمل لك هيداتل. اشمعنى الليفر؟ لان ده المصفى لاي حاجه جوه الجي اي تي، ولو عدى من الليفر تروح فين؟ تروح للكيدني، تروح للعظم، تروح للتشست، تمام؟ لللنجز، صح؟ ويبقى العيان عنده هيداتل ديزيز. اول سؤال تسأل يبقى اذا دور البني ادم في القصه ايه؟ انترميديت. انترميديت هوست، تمام؟ هو الانترميديت ايه؟ هوست. خلاص؟ اللي بيحصل الدوره بتكمل ازاي؟ مش ان الكلب يجي ياكل كبدتك، تمام؟ الدوره تكمل ان الكلب ياكل الايه؟ الكبده الفاسده بتاعه الايه؟ الشيب، فتكمل الدوره بالكلب، تمام؟ عشان كده الكلب هو الديفينيتيف هوست، اما البني ادم والشيب هما الانترميديت ايه؟ هوست. طبعا كلنا عارفين يا جماعه ان الهيداتيك سيست اول سؤال لازم تساله، انت رحت بلد عربيه قبل كده؟ صح؟ لانها مشهوره جدا في البلاد العربيه اللي فيها ليبيا والجزائر والسعوديه والكلام ده كله واليمن، تمام؟ طبعا كلنا عارفين ان الهيدات ديزيز، تمام؟ دلوقتي ممكن نعالجه ايه؟ ميديكالي عن طريق دواء اسمه ايه؟ ليبيندا سور، الا اذا كانت السيست كبيره او ابتدت تليل جوه بيليال تري او في خوف انها تراكتشر وتعمل العيان انفيلاكسس، فبتضطر انك تخش وتتعامل معاها ايه؟ جراحيه. الهيدات الديزيز من المواضيع اللي انتم بتطنشوها في المذاكره، على الرغم من انه موضوع هام جدا. الهيدات الديزيز ما يتكروتش، لازم يتذاكر، ماشي؟ ومش هقول تاني. وممكن ما يجيش نظري، لكن اكس راي زي كده ممكن تيجي، تمام؟ سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله. Another example liver hydatid. This is liver. حلو قوي. اكسريتي جميلة الصراحة. وفيها filling defect محترم. والفيلينج defect ده في اير فوق وسائل تحت. يبقى في اير فلويد. يبقى this is a pyogenic liver abscess. Pyogenic liver abscess. طبعا محدش يقول لي هعمل له اسبيريشن. البيوجينيك ليفر ابسس شود بي انسايزد اند درين. امال مين اللي يبقى اسبيريتد؟ الاميبيك ليفر ابسس. في فرق ما يبقى في بيوجينيك ليفر ابسس واميبيك ليفر ايه؟ كون انا جايب لك اير فلويد ليفل هنا يبقى ده معناه انه ده بيوجينيك ليفر ابسس. ده اميبيك ليفر ابسس. تمام؟ بصوا بلاك ريم اراوند ذا مارجن، في وجود البلاك ريم اراوند ذا مارجن تعرف ان ده اميبيك ليفر ابسس. ومفيش اير فلويد ايه؟
كل الابسيسيز في الدنيا should be incised and drained ما عدا الاميبيك والبرين والكولد ابسيس ال A B C. كل الابسيسيز في الدنيا should be incised and drained except A B C. A اميبيك, B برين, C كولد ابسيس بتاع التي بي. يبقى ده علاجه ايه؟ aspiration. امتى ده should be incised and drained؟ if it is secondarily infected. The patient with amoebic liver abscess have a very characteristic look. حد عارفها؟ انتوا اخدتوها حتى في البطن. مش الدكتور محمد سعيد؟ earthy looking face. earthy looking face. ده الكاركترستيك لوك بتاعت عيان الاميبك ليفر اب. نعم ترينا الثاني والاميبك ليفر اب تمام. ايرثي لوكينج فيس تمام. خلي بالكم ان عيان الاميبك ليفر ابسس ممكن يبقى سنجل زي كده او ممكن يبقى مالتيبل ابسسيز. عرفنا منين اهو؟ خلي بالكم الهالو او البلاك ريب اراوند دي مارجن. سهله الاكس راي دي؟ طيب اصل انا بفكر صراحه ان الكويز اللي فاضل لكم يبقى اكس راي. اه يا ريت احسن. خلي بالك كل اللي اخذناه في السي تي اللي فات ده على الليفر كان سيستيك, حاجات سيستيك سيمبل سيستيك او اميبيك ليفر ابسس او هايداتد سيستيك. في كمان سوليد ليجنز, والسوليد ليجنز قد تكون كومن وقد تكون رير. الرير زي ايه؟ ادينوما, انجيولايبوما او فوكال نودولار هايبربليزيا. اما الكومن ليجن انها تبقى سوليد طبعا الميتاستاتيك ديبوزيتس, لان من الاماكن الشهيره جدا للميتاستاسيس انها تكون فين؟ في الليفر. واشهر ورم بيبعت ميتاستاسيس للليفر طبعا الحاجات اللي في الجي اي تي اللي هو الكولوريكتال كارسينوما. لكن بنشوف حاجات تاني يعني الفوليكولار كارسينوما اوف ذا ثايرويد تبعت ميتاستاسيس للليفر ولا لا؟ تبعت. البريست كانسر يبعت ميتاستاسيس للليفر ولا لا؟ تمام. لكن الاشهر الكولوريكتال كارسينوما, او ممكن يكون الليفر وزي ما هو في مصر طبعا علشان انتشار الفيروس سي الهيباتوسيلولار كارسينوما. والهيباتوسيلولار كارسينوما منها ما هو سنجل اند ماسيف تايب ومنها ما هو مالتيبل ايه تايب. كولانجيو كارسينوما او الليفر. ناخد كلمتين كده على الليفر ميتاستاسيس. بيقول لك الليفر از ذا سكند كومن سايت فور ميتاستاسيس افتر مين؟ ليمف نودز. ليفر ميتاستاسيس ار 20 تايمز كومنر ذان برايمري مالجنسي. يعني لما تيجي للليفر وتشوف فيه مالتيبل ماسز تشك اكتر انها ميتاستاسيس مش برايمري طالع من الليفر, مش هيباتوسيلولار كارسينوما, لا دي في الغالب ايه؟ ميتاستاتيك ليجنز. Usually solid, those of pancreatic cyst adenocarcinoma. طبعا البانكرياتيك cyst adenocarcinoma لما هتبعت ميتاستاسيس للليفر هيبقوا ايه؟ زي المذر سيلز, يعني لازم يبقوا ايه؟ cystic. ممكن كمان يبقوا كالسيفاي. الموست accurate tool for detection is intravenous intraoperative ultrasound solitary or multiple. نشوف كده أول example الإكس راي. This is multiple focal lesions of hepatic metastasis. أظن واضح جدا المنظر. ماشي؟ Another coronal CT got multiple hepatic focal lesions. ما حدش يجي يقول لي ده multiple abscesses. أظن واضح جدا المنظر. يعني. دي نوع من أنواع الهيباتيك ليمفوما. طبعا دي حاجة very rare الصراحة. هنا another solitary focal lesion قد يكون metastasis وقد يكون hepatocellular carcinoma.
هيباتوسيلر كارسينوما طبعا في الليفر ومعها ليفر سيروزس. كولانجيو كارسينوما يعني جوه كولانجيو كارسينوما طبعا من بيليري 3 اللي جوه ها في الليفر. This is a sort of primary hepatic neoplast. يجي في الشيلدرن تحت 5 سنين يسموه هيباتوبلاستوما. بصوا يا جماعة هنا التو كيدنس على جانبي الفيرتبري وصاد الفيرتبري على طول على الرايت سايد في الهيد اوف بانكرياس. واضح ان الهيد اوف بانكرياس is a seat of multiple lesions. This is a case of cancer head of pancreas. اهو اللي قصاد الرايت كيدن شايف الليجن اللي قصاد الفيرتبر ده على طول الاورطه تمام او ممكن عشان ابقى دقيق او السوبيريور ميزنتري تمام جابوا على طول الهيد اوف بانكرياس وات از سيت اوف مالتيبل ليجن او الريجولاريتي. This is cancer head of pancreas. ماوس يا دكتور عشان ماوس يا واضح ما هو للاسف مش ماوس ده ما فيش من عندي اهو يا جماعه اهو ده الليجن ده لو تبصوا ده الليفر يبقى على الناحيه الثانيه ده مين سبلين واضح جدا ان في السبلين حته فيها كالسيفيكيشن دي في الغالب كانت سبلينك هيماتوما وبقت كالسيفاي تمام تحت الكبسول سب كبسول سبلينك هيماتوما ويتش از كالسيفاي. دكتور دكتور هنا العلامه اه بس ده شغلانه ان احنا كده كل مره نضطر نعمل سكيب كويس قوي لا اقصد ده عفى عن الزمن. ادي السبلين واضح جدا ان في ديسربشن للكبسول. This is a case of rupture spleen. تمام؟ ليه عرفت منين؟ بص مع الكبسول اوف السبلين تيجي عند الحته دي في رابشر اوف الكبسول واضح جدا ان في حته هيماتوما هنا يبقى This is a case of rupture spleen. طبعا الجيوغرافي دي انا مش محتاجها. بصوا هنا يا جماعه ده السبلينك فين؟ شايفين؟ ده السبلينك فين؟ شايفين دايليتد ازاي؟ وده مين؟ سوبيريور ميزنتريك. يبقى لما يتقابل السبلينك مع السوبيريور ميزنتريك يعملوا مين؟ بورتال فين. في البورتال فين وقف يبقى this is a case of portal vein thrombosis. تمام؟ portal vein thrombosis. اظن واضح جدا ان العيان ده هيبقى عنده portal هايبر تنشن. حد يجي يطلعنا يا جماعه من هنا؟ سؤال. Yeah, sorry.